مشاهدينا الأعزاء، خدمات العلاج عن نفع الدولة من الخدمات المميزة التي تسعى لتحقيقها وزارة الصحة داخل المستشفيات، وحول هذه الخدمات وصلنا نلتقي منهم من داخل مستشفى المنير العام، كما شاءنا يكون معنا ضيفنا العزيز الأستاذ الدكتور عصام فكري مدير عام مستشفى المنير العام. أهلا بك يا فندم. أهلا بسعادتك وأهلا بسعادتك دكتور عصام. طبعا نقول خدمات القرارات العلاج عن نفع الدولة من الخدمات المميزة اللي بتحاول تحقيقها أو بتوفرها الوزارة داخل المستشفيات عن طريق طبعا رحلة القرار. بنقول رحلة القرار داخل مستشفى المنير العام، وإيه الإمكانات اللي بتغطيها من خلال هذه العلاجات، وإزاي بنقدر نوفر خدمة مجانية لكل المرضى داخل مستشفى المنير؟ هو الأول خلينا أقول لحضرتك يعني إيه نفق الدولة. هو نفق الدولة هو قرار بتطلعه الدولة للمريض بمبلغ معين عشان يتعالج بيه. طب مين هذا المريض الذي يستحق هذا القرار؟ بيبقى المريض اللي هو ملوش مظلة تأمينية، يعني ليس له تأمين صحي، ليس له مكان يتعالج فيه. هذا المريض أنا عندي نوعين من أنواع نفق الدولة، في نوع داخلي ونوع خارجي. النوع الخارجي هو المتردد على العيادة الخارجية، المرضى ذو الأمراض المزمنة زي مريض القلب، مريض السكر، مريض الضغط، ده بتعمل له قرار وبيتجدد تلقائيا وبيجي يصرف علاج شهريا وبيتفحص وبتعمل له التحاليل كله في داخل القرار. القرار الداخلي أو القرار اللي هو العلاج الداخلي في المستشفى ده بيشمل العمليات، بيشمل الغسيل الكلوي، بيشمل أي خدمة تقدم داخل المستشفى. بمعنى ان زي المريض العملية عايز يعمل مرارة مثلا، بيروح بيعمل قرار على نفق الدولة، بنعمل له قرار على نفق الدولة وبيخش يعمل المرارة. مريض عظام مكسور او عايز يعمل مفصل او الى اخره، بيروح يعمل قرار او بنعمل له احنا القرار. لان في حالات بالنسبة للقرار داخل العمليات، حالات الطوارئ وحالات القولد اللي هي تستنى. حالات الطوارئ انا ما بستناش، زي الكسور والحاجات دي والعناية المركزة ما فيهاش انتظار. انا بدخل عيان وبعمل له كل حاجه وبعمل له لجنه ثلاثيه وبعمل له القرار، ما بستناش اقولوش لا مش عالجك لما يجي القرار. لا انا بعالجه وبقدم له الخدمه وبعمل له العمليه والقرار بيجي براحته. ده بالنسبه للقرارات الداخليه. في قرارات برضو بنعمل على العنايه المركزه، على بعض اقسام الجراحات التجميل وجراحات الكلى، في بعض حاجات يعني المجالس الطبيه المتخصصه مقرره بعض حاجات، يعني في بروتوكول معين بيغطي التكاليف، يعني مش كل العمليات التجميل، مش كل العمليات التجميليه بتتغطي. طب دكتور عصام، يعني بنقول ايضا رحله القرار بتستغرق وقت طويل مع التحديث والتطوير. طبعا عمليه الشبكه وان انا المريض يجي هنا بالحاله ويخش بباش يستغرق وقت طويل، دي حقيقة. بتتم العملية بتتم تنفيذها سواء من على المجالس الطبية أو من خلال برضو المستشفى، دي حقيقة. بتتم إزاي عند حضرتك؟ بتتنفذ إزاي عندي؟ أنا بيجي لي المريض بيخش بعمل له القرار، استمارات معينة بتتملي، في لجنة ثلاثية بتعقد عندي، بتعقد 3 أيام في الأسبوع يوم بعد يوم، بتقر إن هذا المريض عنده كذا 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 ويستحق كذا، وبتمضي وبتمضي وتختم، وباخد أنا القرار دوت عندي مكتب الإحصاء أو مكتب مركز المعلومات، بيعمل سكاننج وبيبعت هذا القرار عن طريق الشبكة. بيستقبلوه عن طريق الشبكة هناك وبيقرروا له الكود بتاعه، اللي هو الكود ده بيشمل كل قرار ليه كود رقم معين. الكود ده معناه المبلغ المعين، مبلغ معين هيتعالج بيه. بتبقى معروف الأكواد عنده هنا، في موظف عندي مخصوص للكلام ده لأنه معاه باسورد بيدخل القرارات وبيستقبل القرار. بيستقبل القرار، يعني بالزبط. القرار بيجي عن طريق الشبكة. الشبكة حضرتك بتقول من خلال تاريخ اللجنة الثلاثية اللي بتكشف على المريض، خلاص المريض ليه حق في الدخول في المستشفى إن هو يباشر علاجه. بالظبط. من تاريخ اللجنة الثلاثية. حين اعتماد القرار او وصول القرار على طريق الشبكه ما بيتاخرش، كان زمان بيقعد كتير، لكن المريض بيباشر خدمته ويتلقى بيباشر خدمته من حين اعتماد اللجنه الثلاثيه. في لجان ثلاثيه بتعقد هنا كل فتره فندم، ولا بتبقى حسب الاحتياج؟ يوم بعد يوم. يوم بعد يوم عندي في العيادات الخارجيه مكان معين بتنعقد فيه لجنه ثلاثيه يوم بعد يوم. يوم بعد يوم. طب استكمال القرار لو المريض مع حضرتك هنا وقعد فتره طويله والقرار خلاص مدته انتهى ومحتاج ان هو يجدد القرار والعلاج، بيتم تجديده ولا بيتوقف العلاج لحين استكمال القرار؟ اقول لحضرتك اتفضل. قرار العلاج الخارجي اللي حضرتك بتتكلم عنه ده، أيوه. حضرتك بيطلع ب6 شهور. 6 شهور بيجي العيان يصرف لغايه شهر الخامس. تمام. وهو بيصرف الشهر السادس، ايوه، بنقول له ايه؟ بنقول له القرار بتاعك خلص. خلص. جدد. بنعمل له لجنه ثلاثيه وبنجدد له على اساس يجي ميعاد الصرف
يوقفش. يكون القرار جه ما يكون ما يقدرش يوقف. لكن يا فندم ما نقدرش احنا نوقف علاجات لا يمكن نوقف علاجات، بتبقى عمليه اجراءات اداريه او بمعنى صح اداريه يعني. ايفن حتى اقول لحضرتك حاجه، ساعات مثلا بيحصل اي عطل وقرار اتاخر ويجي العيان في ميعاده وعلاجه خلص، بنعمل ايه؟ بنصرف له من المجاني. يعني مثلا زي مريض السكر هو بيصرف انسولين وبيصرف ادويه وبيصرف وبيصرف وبيصرف، لا بخليه يجيب تذكره بجنيه وبصرف له انسولين وبصرف له ادويه في المجاني لحين بتكفي اسبوع لغايه ما القرار يطلع، ما طلعش بصرف له اسبوع تاني وهكذا لحين القرار. لحين القرار يعني معنى كده الخدمه متصله وليس شرط اللي هي الاجراءات الروتينيه اللي بتحسب بمحل عطل علاج المريض عشان القرار جه او ما جاش. تمام. المستشفى اشرت لي حاجه برضه، بتستقبل حالات يعني ممكن تيجي عن طريق الطوارئ نفقه دوله يكون هو لا يعمل او يكون تامين صحي بمعنى صح، بيتم التعامل معاه ازاي يا فندم لحين مثلا تحويله على جهه الاختصاص او الجهه التابعه لها؟ لنفرض ان عيان جه في حادثه مثلا في الطوارئ مكسور، نعم اقدرش اقول له لا، حتى بسأله ليه تأمين صحي؟ بيقول ليه تأمين صحي، بس ما اقدرش اقول له لا. هو المفروض يا فندم ليه 48 ساعة ولا 72 ساعة؟ 48 ساعة يحق العلاج اي اي حالة مرضية بالظبط في اي مستشفى. فبدخله بعمل له كل اللازم. اذا احتاج تدخل جراحي وشرايح بقى ومسامير، ده انا بتكلم على العظام وحاجات زي كده، بخيره هل هيستمر معانا ولا هيروح التأمين الصحي بتاعه او يخاطب التأمين الصحي بتاعه. في بعض الاحيان بيخاطب التامين الصحي بتاعه، مشكور التامين الصحي بيبعت طبيب وبيبعت سياره اسعاف وبياخد المريض. تمام. وفي بعض الاحيان وبعض الجهات تقول لا دخلوه عندكم اقتصادي واحنا هنحاسب. تمام. طيب دكتور عصام، قسم الحضان حضرتك اشرت ليه، حضان الاطفال ايضا ده برضه فود يتمتع بيه الاطفال، بنعرف ان هو تامين صحي بمعنى صح يعني فود. هل بقى التعامل هنا من خلال برضه الحضان الخدمه مجانيه ولا ايضا بيبقى فيها شق محاول تبع التامين الصحي؟ هقول لحضرتك، هو بالنسبه احنا الحضانات شقين. الشق الاول بيبقى الحالات الولاده اللي عندنا. تمام. اذا احتاجت البيبي يخش حضانه بيخش حضانه. الشق الثاني الحالات اللي جايه من بره، ولو حضرتك طلعت الحضانه هتلاقي دول مفصولين عن دول. يعني طبعا اللي جاي من بره ده بيبقى عرضه حاجه، واللي طالع عرضه للاصابه بيسموه انفكتد يعني شويه يعني ما بنقدرش ان احنا نحطه مع اللي احنا جايبينه من رحم الام للحضانه على طول. تمام. بتبقى هنا التكلفه عباره عن ايه؟ هقول لحضرتك حاجه من الاثنين، يا اما انا طبعا بستقبل العيان، ما بقدرش اتكلم، بستقبل العيان وبعمل له كل حاجه، وبعدين ببدا خاطب الاهليه اعملوا لي، بيطلعوا طبعا شهاده الميلاد وبيبداوا يعملوا كارنيه التامين الصحي. تمام. مجرد ما عمل كارنيه التامين الصحي انا ببدا اديله البيان وبيروح التامين اللي هو تبعه، وبقول مثلا العيان قاعد عندي 10 ايام فبيدفع نظير خدمه. نظير خدمه بيبقى بسيط يعني طبعا. التامين طبعا هو بيقوم بهذا بالتكلفه، بس هو بيدفع نظير خدمه بسيط جدا تقريبا على اليوم 10 جنيه. طبعا خدمه الحضان دي بره مكلفه جدا. بالظبط. في حالات تانية حضرتك بيبقى الاهالي يعني مثلا الاب مسافر مش متواجد، في حاجات كتير يعني بيبقى في معوقات في التامين الصحي، احنا طبعا تلقائيا بنعملها مجاني. تمام. حالات النسوة والتوليد يا فندم ايضا بيبقى في بعض السيدات الحامل بتبقى مصابه مثلا بالار اتش او عندها ار اتش فبتحتاج اللي هي الحقن بتاعه الار اتش، بيتم التعامل برضو من خلال هنا المستشفى ولا من خلال فعلا المجلس؟ بيتم التعامل من خلال المستشفى، وهي لما بتبقى متابعه مع الاطباء عندي تحت، لان لازم تيجي تتابع قبل الولاده، لما تيجي تتابع بيتعرف ان عندها الار اتش، فبنبدا نعمل لها قرار ونجهزه لها على الشهر التاسع، وبتصرفه وبتخلي الحقنه معاها لغايه ما بتولد. لازم ما تصرفوش قبل كده يعني؟ لا لازم قبل كده لا، لازم يبقى في حاجه باثبات قرار بمعنى صح ان اثبات طبعا الحالة. هي بتقدم مع القرار واللجنه الثلاثيه التحاليل والسونار المدل على ذلك والكلام ده كله. طيب من الاشياء برضو المميزه الاشعات والتحاليل هنا الاجر بتاعها رمزي جدا يعني مقارنه بالاسعار بره في المعامل او في الاشعات، في ظل كمان التحديث والتطوير للاجهزه بالنسبه للاشعه حاجه لا تذكر. هو هي دي لائحه الاقتصاد اللي عندنا اللي هي لائحه وزاره الصحه، طبعا ده معمول عشان تخفيف على كاهل المواطن يعني مش عشان اي حاجه. التردد يا فندم على المستشفى وساعات العمل، احنا بنقول الخدمه 24 ساعه، الخدمه نفسها 24 ساعه، فهذه الحاله بيتم العمل كامل في نبطشيات في تمريض كامل ممكن في المستشفى؟ ساعتك انا عندي العمل 24 ساعه زي ما قلت لحضرتك. نعم. انا عندي في النبطشيات يعني مثلا في الطوارئ
تخش طوارئ او ما تخش طوارئ بيبقى في اتنين دكاتره اسمهم ترياج. ترياج يعني ايه؟ بيستقبلوا المريض ويصنفوه. نعم. ده جراحه، ده بطنه، ده اطفال، ده نساء، وبيبدا يعرضه على الزميل الاخصائي نساء. انا عندي في النبطشيه بيبقى في كل تخصص على الاقل اتنين ثلاثه نواب معاهم اخصائي، وفي استشاري مغطي النبطشيه. جراحه عفوا، جراحه، بطنه، نساء، اطفال، معظم التخصصات، العظام موجود، موجود 24 ساعه. تمام دكتور عصام. يعني اخيرا بقى، الزيارات والسماح بالزيارات، احنا بنقول المنظومه الصحيه اللي كانت تكتمل هي يعني بنقول طبيب ممرضه مريض بمعنى صح، لازم يكون في روح من التفاهم والتعاون وحسن الاستقبال للمريض او لاهل المريض، ده مهم جدا. السماح للزيارات يا فندم بيبقى ازاي بالنسبه للزيارات اللي يعني في الزيارات الطوارئ؟ في زيارات الطوارئ وفي زيارات داخل الاقسام، والله في مواعيد معينه وعشان يعني العمليات الشد والجذب. احنا بالنسبه لنا هنا بالنسبه للاقسام احنا مانعين الزياره لغايه ما الدكاتره تمر وتكتب العلاج وتشوف العينين. يعني الزياره عندنا بتبدا من بعد الساعه 12. تمام، من بعد 12، من 12 ل 8 بالليل. خلاف ذلك مفيش، خلاف ذلك لا. الا اذا كان مرافق للمريض، يعني اذا كان مرافق للمريض مثلا المريض مكسور ما بيقدرش يخش الحمام، فبيبقى في مرافق ليه، مرافق فقط بس يعني مرافق تسمع. فحتى المرافق ده وقت الصبح ساعه الدكاتره ما بتمر ما بيبقاش متواجد، بيقعد في الاستراحه عشان ما تتدخلش في عمل الاطباء. ده بالنسبه للاقسام الداخليه. بالنسبه بقى احنا اللي بنعانيه صحيح في الطوارئ، المريض بيجي معاه اكتر من 10 انفار. طبعا كله عايز يخش، عايز يخش. سي مثلا العيان عنده جرح عايز يتخير، كله عايز يقف فوق دماغ العيان وهو بيتخيط. طبعا ده اعاقه لعمل الطبيب، وانت كحضرتك كمواطن عادي ما انتش فاهم ايه اللي بيحصل. تمام، ما تتدخلش في شغلي. فاحنا الحمد لله بفضل ربنا عندنا شركه امن، عندنا نقطه في الاستقبال امنيه من الشرطه، ده من خلال التعاون ما بين وزاره الداخليه ووزاره الصحه اللي هي تامين المستشفيات. بنحاول ان ما ندخلش غير واحد بس مع المريض يسنده او يقف معاه. تمام، بنحاول، لكن في طبعا مشاكل كتير بتحصل. تمام. طيب في نهايه اللقاء طبعا الاستاذ الدكتور عصام فكري، انا بتمنى لحضرتك مزيد من التوفيق داخل مستشفى المنيره، مزيد من التقدم، مزيد من التحديث والتطوير من اجل انجاح المنظومه الصحيه والارتقاء بخدمه المواطن. شكرا لك يا دكتور. شكرا لك. شكرا لكم مشاهدينا الاعزاء، بكده نكون وصلنا لختام حلقه اليوم، على وعد بلقاء جديد وخدمات طبيه وصحيه من اجل اسعاد الاسره المصريه.